ثانك يو ثانك يو. يلا يلا بلشنا بلشنا اصدقائي، ان شاء الله نخلص الانثولوجي كامل، هذا اللعبه هذه ان شاء الله نخلصها كامله. فستي توند يا اصدقائي، ستي توند. يلا بلشنا بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو ان شاء الله بخلص الاجزاء كلها قبل الجديد، والجديده ان شاء الله نلعبها اول ما تنزل باذن الله. اوه لا تقولي نفسه مان اوف ميدن. لا لا واحد ثاني، هذا مو نفسه، عبالي نفس اللي هذا اللي يسولف الجزء الاول طلع هو غيره. مان اوف ميدن، لحظه علشان بس نفهم شو معنات ميدن، شنو معنات ميدن مينينج. ميدن يعني المكان، يعني يعتبر كنا ادمنستريتيف، يعني كنا مبنى يكون في تيت حرية. شو اسمه؟ مكان يكون فيه اكثر من طريق وكذي، فما ندري خلينا نشوف شو ليه. مان اوف ميدن، يلا نبلش. بسم الله. Adjust the slider until the left image is invisible. The middle image is barely visible. إيه نفس الشيء. بات يشوفي إذا الصوت صوتي أعلى من صوت اللعبة ولا اللعبة أعلى من صوتي. إذا هذا قولي لي ها. على أول خمس دقايق. Don't play alone. شلون play with your friends? في اونلاين بلاي الون ان بريك يور اون سنجل بلاير سوري. كولكشن اوديشنال فيديو فيو اذر فيديو جيمز ان ذا انثولوجي فيها اونلاين. اوكي مان اوف ميدن ليتل هوب هاوس اوف اشز. هذه اللي راح تنزل. شكله فيه بعد يمين يمين يمين. نايس نايس. The devil in me، والله متحمس لها The devil in me صراحة. Setting Control brightness audio and language. Toggle on. Subtitle on. Are you sure you want to save? Yes. That says analysis setting. Wait on the games is one of the games is missing. The quarry. The quarry منهم بعد نفس الشركة. عربي؟ انا ما احب عربي، انا عربي انسى. انا لو في ياباني اخلي الكلام ياباني والسبتايت الانجليزي. عربي not me. قبل كنت اشوف ترجمة عربي، بس بعد ما شفت ان في العاب اخترب الاكسبيرينس بسبب اللغة العربية الترجمة غلط، بس هني غيرت وقفت. مو من نفس الشركة، إيه مو من نفس الشركة، بس سامعها هذه توها هم لعبة نازلة، ما أدري إذا حلوة ولا، بس إذا حلوة نحطها بلسة ليش لا؟ يلا بسم الله. أوه أوه
تشاينيز ماركت يخسي. ترجمة كويسة ها؟ تشاينيز ماركت تشاينا ساوث سي. نايس. ما توقعت فيه تشاينيز ناشر غير. باك أصدقائي، جتنا أوامر عليا أن نحط الترجمة عربي. جتنا أوامر عليا. لحظة وين؟ Audio language. Language English. Text language. في عربي؟ عربي. يلا نحط لكم إياها عربي. مع أن أنا ما أحب عربي بس يلا نحط عربي. Yes. لا شنو حاط لي رجوع وابحار ما بي اللغة لا 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 انجليش مو هذا صح ايه الحين هذا وين السبتايتل مو هذا مو سبتايتل سبتايتل كولرز ما في عربي وين بات ما في وين عربي هذا يغير كل شيء عربي مو بس السبتايتل شلون توجل سبتايتلز اون تكست موديفاي ذا تكست لانجويج سبتايتلز هذا بس خلاص خلى انجليزي غريبة صدمني ما اعرف انا شو اسمه انقذ هذه واذهب الى هناك ولا راح اضيع وراح اذبح الشخصيات كلها يلا خلنا نبلش Buster, we better mosey on back to the ship. Whoa. Stop the presses. What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to. 你能搏斗吗? 勇士. Can I fight? Hey, give me a quarter. Why? Gonna find out my future. Let's have it. What's in store for me, Pop? 你对这些牌有疑问吗? Tell me about my son. Will I be rich? Say nothing. Tell me what you see, press. It looks like a fish.
你的财富可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Doom? Wait, what? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? Hey, but Oh, selfish, insecure, altruistic, reckless. Let me get a go at it. Oh yeah? Think you got the stuff? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Fine, sure. Let me another quarter. Gonna start a tab. I'll give it a whirl.Okay. Okay.Have a nice day. Hey, Chuck, we better get back to the ship. We don't want to get stranded. Come on, man, just let me ask another question. We really need to get back. There's a lot of any.صوتي الحين تمام؟ تسمعون صوتي ولا؟ تمام الصوت ولا مو تمام الصوت؟ كصوتي low and far.Low and far. الحين شلون صوت الحين؟ خلي لحظة كذي. Threshold authentication. Threshold.الحين قلنا الحين احسن صح صوتي
الحين احسن. يس جود. الحين نشوفها مع اللعبه ان شاء الله الصوت يكون تمام. ولا شنو هذا سيكرتس 50 سيكرت. ها الحين صوتي مع اللعبة تمام؟ تمام ولا مو تمام؟ شنو هذا الجثث ناس ميتة؟ كبر السفينة. أوف. أوه. آه هو أكبر. ليش قاعد يسوون فيه هذا مسكين؟ أيوة. Find a way to escape the sick bay. Two pups, come back, son. Soon. في شيء غلط. What is happening? Oh.
تصوير حلو والله. Howdy, Charlie. How's your time off? Just get me out of here already. What the hell's going on up there? Heard aircraft and gunfire. Me too. And there was a corpse. What? In the sick bay. Something's wrong. Let's get out of here. هنشوف شنو عندك داخل الغرفة. في شيء؟ In that private Charlie Anderson on leave from duty to display intoxication in a manner not becoming of a member of the US Army. Private Anderson was engaging with another soldier in a drunken argument. It is the opinion of the arresting officer that this will lead to the public brawl, and steps were taken to ensure both men will return to their ship. هذا شيء. Break week. Arthur Miller, pretty theft on daybreak. Small items belonging to the senior officer found in Miller locker. It's recovered and returned to owner. David Davis trespass. 2 days bring found off limits on cargo hold 3A with no reason to be there. Virgin disregard. Ola كلها مشاكل. Friday. Private Lewis. And public investigation day one, brief, drunk, acting, okay. Report public investigation. هذا هو. Charles Anderson, نفس الشيء. Josh, drink drunken, okay. شكاوي. هذا بعد. What the hell is happening? بس اوف التصوير قوي. كم فهد ولا ايش قاعد يصير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي والله وات ذا هيل. هذا ياهل. ولكم ولكم فهد. حياك حياك يا صديقي حياك.
أصدقائي بس للتأكيد الصوت الحين تمام؟ أنا بعض المرات أنا أتوهق يوم من شو اسمه من أسوي داونلود حق اللعبة بعدين يكون في صوت صوتي يكون وايد عالي أو لعبة صوتها عالي. لا أنا مودريتر عند إيه واضح الصوت لا تحاتي حبيبي معبوش ولكم ولكم يلا دام دام كذي تمام يلا. Hey, Charlie, help! Ah! Fuck no! Yeah, you said it. Fubar and that song. ولا ايش اللي قاعد يصير؟ اوف اوف God damn, another stiff? Who's the lucky winner? Oh, damn it, Buckley. Last time I saw him in the mess hall, he was fit as a fiddle. Poor fucker. شوف الدم بالارض لونه غلط احس. ايه ما ادري شو السالفة. هذا انا افتح بالي في احد ورانا. So, is it just me, or are you getting a real strange feeling right now? Do I look like a guy who likes to talk about his feelings? You look like a mess on wheels, Chuck. I ain't the only one. Great. Good company. Let's just get up on deck. Yeah. Fine. Agreed. Yeah. يا أخي شنو هذا؟ You see that kid over there? No. You feeling all right? اوف صدري عورني من الخرعه هذه شنو هذا اوف اوف لقطه عاديه بس شد لان السماعات تخلي الوضع اكشن اكثر اوف ولا كلهم ميتين ولا في سلاح اخذ السلاح ماني فاهم شو السالفة Oh, God, no. Charlie!
كبر السفينة. ان شاء الله ما ضرب الكمبيوتر. لا ان شاء الله الوضع طبيعي ان شاء الله. Hello and welcome to my repository. بس I'm the curator of stories, stories of love and hate, greed and beauty, life and death, stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it,
and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are snuffed out. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? As in life, the actions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Or should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.